الخطة الآمنة للجائحة الأولمبية والاتحاد الصدري لضيف أسامة وسفير مميزين من الوصول مع بجديد. يعني ما عرفتش جاور ولاو كيديروا أوتوستوب في المجال، دايرين أوتوستوب في المطار. شكون اللي غادي الوهران؟ ما وصلوش في الوقت، ما لقاوش اللي يوصلهم، ملي وصلوا للملعب ما لقاوش باب مخصص ليهم، اضطروا انهم يتخشوا مع الجمهور. هذه نقطة باش ما نطولوش. قال لهم ايضا الماكلة اللي حتى الاحتياجات الاساسية ما وصلتوهاش، بحال الماكلة بحال المساعدة الطبية، جودة مياه الشرب، الوجبات الغذائية. رينا لك حلوة أكثر من هذا. قال لهم يعني الروبينيات الماء فيهم قليل بزاف، يعني ضوء في صابلي المياه في السرابير. قال ايضا ان القوة الضاربة، قال لهم اننا سبقنا حذرناكم من فشل خطة النقل وقلنا لكم انه سيكون مجموعة من الاصلاح الاختلالات اللي بانت لنا فيها. حاجة اخرى قلنا لكم خليوا خصوا باب الأسرة المتوسطة، يعني المسؤولين باب خاص بهم بوحدهم وما درتوش هذا الامر. هذا النقطة هذيك حتى هي فكرني فيها المهدي في الاخراج. احنا دابا دينا على قطع عقلي، احنا في انعام 22 واش ماشي النقل ديال 68؟ انا قال لي النقل ديال 1968. يعني النقل التلفازي كيعتمد على تقنيات متخلفه. 68 يعني داكشي ديال 68 ديال داكشي ديال الاش دي، داكشي ديال الاش دي. لا حول ولا قوه الا بالله. الاش دي فوق ما كيعرفوهاش، يعني النيميريك ما كيعرفوش، يعني حتى الوجود ديال اللاعبين ما كتبانش مزيان. الكادراج ديال الصوره ايضا كانت فيه اختلالات كثيره. والله ما يمكن، والله الا شبعنا ضحك في هذه الدوره، والله الا قزموا هذه الدوره هذه بالتنظيم ديالهم، والله الا قزموها. وما نساتش اللجنه الدوليه لألعاب.